مين؟ ايوه مين؟ هو يوم زفت من اوله. نعم، عايز ايه؟ اولا انا اسف على الشتيمه، ثانيا مبروك، انا وافقت على العرض بتاعكم. اما انك بهيمه صحيح، العرض خلاص انتهى، مفيش في نيته. لا ما انتهاش، لاني وافقت. يا راجل بجد؟ طب مبروك، روح لهم انت بقى، لاني نويت خلاص اني ما اشتغلش معاك ولا في البرنامج ولا في المحطة دي اصلا. ادي قاعدة فاكرة الجملة دي؟ فاكرة مين اللي قالها وقاعد على السلم يشرب بيرة؟ انا كمان هعمل كده، بس مش هشرب بيرة، وده لاني غيرك تماما، متربي تربية غيرك، ثقافتي غير ثقافتك، تعليمي غير تعليمك. انا هشرب ويسكي عشان استحمل قلة ادبك. امشي من قدام البيت لو سمحت. مش همشي. ليه؟ مش انت كنت بتقول عليا مرة؟ جاي بقى ليه لواحدة مرة؟ لا لو سمحتي، خليكي دقيقة، انا قلت انت حتى مش عارفة تبقي مرة. طب المرة بقى هي اللي بتعتذر وهي اللي بترجع في كلامها. عندك حق، انا فعلا زي ما قلتي كده، انا غلطان، المفروض كنت اسيبك في القسم تتبهدلي وتقعدي مع امثالك وزمايلك من بتوع الاداب والمخدرات، كان زمانه دلوقتي بيغتصبوكي على الاقل 45 واحد. مش عارف يا رب انا عملت ايه في دنيتي، كل ما اعمل حاجه كويسه اخد خازوق تركي عجب. اتفوع على معرفتك. حمزه، حمزه استنى يا حمزه. ما تستنى، الحقني احسن. عشان قلة أدبك. حمزة خاف يا واطية. إيدي وبر رقبتك. ركبتي. إيدك ولا ركبتك؟ ضرسي بيوجعني. إيه ده؟ وقعت على ضرسك؟ وحياة أمك اللي أجيبهم لك يعملوا لك محضر هنا في البيت. طب أنت وصيت عليهم إزاي في الأسرة؟ يعني وصيت عليا أنا إزاي في الأسرة؟ وقعت على لسانك تقريبا مش ضرسك. قلت لك ضرسي. فاكره الضابط اللي كان بيحقق معاكي في القسم؟ اسمه ايه؟ مش فاكره طبعا. حازم، كان اسمه حازم. حازم ايه؟ ليه، وانا هناسبه ولا حاجه؟ بطلي قله ادب. يعني ايه حازم ايه؟ اسمه مش فاكره، يعني هفتكر ازاي؟ يعني هعمل عنه محضر ولا خلاص؟ حازم عثمان البسيوني. يا سلام. ابن اخويا. يا راجل. يا مرة. ده ايه علاقته بموضوعي؟ مش فاهمة برضه. تعليم مجاني. طبعا. أنا مش عارف أنت إزاي بتشتغلي بروديوسر. بجد. أنت مش فاكرة وأنت قاعدة معاه دخل عسكري قال له قريبك الباشا عايز يقابلك؟ تصدق؟ خرج وسابني فعلا ولطعني في المكتب. قريبك ده على فكره ليه الذوق. اخرسي. انا بقى سمعتك وانت بتترجيه جوه، فخرج سالته قال لي ايوه، وقال لي اسمك، فقلت له طيب سيبها بس شد ودنها شويه. عشان كده لطعك ساعتين في المكتب مش عارفه تعملي حاجه. يعني انت السبب اللي خليته يلطعني في المكتب ساعتين؟ ده قليل الذوق، وانت كمان اللي وصيته على كده. تصدق ان انت واطيه، المفروض كان سنتين. واطية؟ انا اسف.
ولا يهمك. بس والله العظيم والله العظيم الحشيش ده مش بتاعي. والله العظيم انا ما بكدبش. ولا بتكدبي وانا مالي؟ انت بس صعبت عليا. المهم رتبي لي ميعاد مع الناس اللي عندك في المكتب عشان اجي امضي العقد. طب وانت ايه اللي خلاك بقى توافق على البرنامج؟ محتاج فلوس. يعني ايه بقى محتاج فلوس ازاي يعني؟ ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ ايه اللي خلاك توافق محتاج فلوس؟ الحوار خلص. حوار ايه اللي خلص ده؟ انا جيت لك البيت ما شاء الله اللهم احفظنا خمسه وخميسه، البيت يا اخويا مليان تحف وانتيكات ودوار وسلالم فوق وسلالم تحت، وتقولي محتاج فلوس؟ وبعدين عشان يكون في علمك مش معنى انك توافق على البرنامج انك تكون محتاج فلوس. افهمها لك بقى مش انا البروديوسر؟ افهمها لك، لازم تكون بتحب البرنامج. لا 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 انت مالكيش دعوه بحب البرنامج ولا بحبش البرنامج، انا قلت لك انا هشتغل عشان ايه. وانا قلت لك من الاول انت تقابلي زمايلك البهايم وتقعدوا في اي زريبه خلاص، وتحددوا لي ميعاد عشان اجي. طبعا مش هقعد معاكم في الزريبه، مكان محترم يعني، اجي امضي العقد خلاص. اه بس مش معنى كده برضو انك تيجي تكسر الباب عليا وتقولي هقعد لك بره واشرب لك ازازه ويسكي. ايوه ما انت جيتي عندي قبل كده وقعدتي تشربي بيره. وطي صوتك انت هتفضحني. المهم تليفوني معاكي، تكلميني بكره تقولي لي على الميعاد. ومش هريحك واقول لك انا عايز فلوس في ايه، لان انا بصراحه شايف السؤال في عين امك هتتجنني عشان تقولي لي كده. امي بتسلم عليك. عامله ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. اطفي دي. انا مش فاتحه البيت زريبه عشان حضرتك تيجي ترمي سجايرك هنا. يا جامدة اديله يا حمزة. ويا حمزة صباح الخير. صباح الخير. انت بتعمل ايه؟ ما عملتش حاجة، ده شوية شغل، كنت بخلص شوية شغل. أنت لسه بتتفرج على الأفلام دي؟ أنت حيوان وما عندكش دم ولا إحساس. دي أنا عشان عندي دم وإحساس لازم أتفرج على الحاجات دي، وأنت منع نفسك عني، وأنا جبت آخري، ده أنت خليتيني أعمل حاجات ما عملتهاش من سنة. طب ما أنا منع نفسي عنك ليه؟ ما هو من القرف اللي انت بتعمله ده. عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك ما تقربش مني، اوعى تلمسني بعد كده. انا هنستهبل؟ حياتك بقت تقرف، كل يوم سهر وصحاب وسفر، ايه؟ ولا كانك متجوز يا اخي. لا يا شيخ، وانت يعني اللي كله تمام، انت كل يوم مع اصحابك. بهرب. مش عايزه اشوف القرف ده. انت ما بتحسيش؟ عايزه انام معاكي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي. انت ليه منعتي نفسك عني وما خليتنيش المسك؟ يا شيخه حرام عليكي. اتكلم براحتك. غيرة وسايبالك البيت. بس 60 داهية ويكون في معلومك، أنا مش بس هتفرج، أنا هروح أجيب واحدة تعمل لي اللي أنا عايزه. إعمل اللي أنت عايزه يا سيف. تتفرج، تعمل، الاتنين واحد. أوه. أنا زهقت من طريقتكم وطريقة كلامكم والعيشة كلها. نكد كل يوم كل يوم نكد. ده إيه ده؟ نكد ولا معجونة بنكد؟ ايه ده القرف ده؟ يخرب بيتي. انت فين يا ابني؟ لقيتك في الكورنيش وما بتسأليش، قلت اعمل بأصلي واسأل انا. مطحونة يا عاصم، شغل ومشاكل. مشاكل؟ خير في ايه؟ لا عادي، حاجات مع اصحابي. بس انت عارفني بقى، احب اسمع واحب اتكلم قوي. هو حد عارفك غيري؟ طب ايه؟ طب ايه انت؟ بس انا عندي شغل الظهر. احنا مش محتاجين الوقت ده كله، مش صح؟ صح. طب يلا. صباح الخير. صباح النور. ايه ايه ده كله؟ محتاجه توقع عليهم كلهم.
طب ماشي حطيهم هنا حمضيهم واقول لك. بس ارجوك بسرعه يا استاذه. انت تؤمري؟ لا العفو يا استاذه، بس فعلا الورق ده متاخر. اه في حاجه تاني. ايه؟ جالك على الميل انفيتيشن لمعرض اسمه انيوجوال، هيتعمل الاسبوع الجاي ونازل فيه كل الناس اللي ممكن تتخيليها. فعلا كل الناس؟ هم عاوزيننا معاهم. طب ماشي حطيه هنا هشوفه واقول لك. اوكي بس ارجوك يا استاذه ما تنسيش الورق. ما تيجي تمضيهم انت؟ حضرتك لو اتاخرتي فعلا همضيهم مكانك. وما انا هوديكي في داهيه. لا لا كتير جدا. انت فتحتي الميل؟ ليه في ايه؟ لا مفيش، انا بس كنت باعت لك عرض اسعار. عرض اسعار؟ طب هخلي البنت اللي عندي تشوفه. لا لا لا، ده انا بعتولك على البرايفت ميل بتاعك. برايفت ميل؟ طيب ماشي هشوفه واقول لك لما افضى. طب بس على طول بقى لو سمحت ضروري. ليه في ايه؟ في حاجه مهمه يعني؟ اه. طيب حاضر. مش هستناك يا حقيقة. مش عارفة أقول لك إيه. على إيه؟ الحقيقة الأولى بتقول إنك ما تستعجلش، والحقيقة التانية بتقول إنك مزعج جدا ولحوح بزيادة، والحقيقة التالتة بتقول إني مبسوطة جدا باللي بتعمله، والحقيقة الرابعة بتقول إن مفيش عرض أسعار ولا حاجة. هتخلصي إمتى؟ مش عارفة، أنا بجد عندي شغل كتير. طيب هستناكي. ماشي باي. سارة ما بتردش. طب ازاي؟ هاي صباح الفل. مع الطلاق؟ لا 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 خالص، انا كان عندي كام ميعاد كده وبعد الظهر فاضي. في حاجه؟ نو، كنت بفكر نتقابل بس اتس اوكي. نتقابل طبعا. تحبي امتى؟ مش انت بتقول ان عندك اجتماع يا فندم؟ المواعيد اتاجلت لبعد الظهر. يلا نتقابل. يلا. الصبح. الو صباح الخير يا شريف. انت فين يا بنتي؟ ده انا قلت جرى لك حاجه. بقول لك ايه، انا عايزه اخد منك ميعاد النهارده. بصي انت مش محتاجه تيجي عشان تعتذري، احنا مفيش بينا الكلام ده، مفيش مشاكل. وبعدين انا كمان كام شهر هيكون عندي برنامج تاني ان شاء الله هكلمك. طب يا شريف ممكن تجهزي عقد؟ بس احنا متفقين مش هقدر امسكك البرنامج الا لما يكون في حمزه. يبقى بقى خليهم للاسف عقدين عشان حمزه جاي معايا. يا بنت الايه، عملتيها ازاي دي؟ وقبل المهله. طب وبجد وافق؟
ازاي؟ عايز افهم ازاي؟ عشان تعرف بس ان انت معاك بروديوسر شاطره. طب اقفلي بقى عشان ارتب مع المحامي. اقفل فين بس؟ ما تديني ميعاد اجيلك امتى؟ هاتيه وتعالي. طب بما انك هتقابل محامي يبقى بالمره بقى يا ريت تجهز العقد بتاعي. واه على فكره انت عارف كويس جدا انا كنت باخد كام في البرنامج اللي فات. ايوه طبعا. طب طالما عارف بقى يبقى اضربهم في اتنين. لا يا ايه، انا مفيش بروديوسر عندي بياخد كده. انا مش اي بروديوسر على فكره. مش هينفع. خساره للاسف مفيش حمزه كده. تعالي ايه طيب وهنتكلم. لا ما هو من دلوقتي تقولي ولا لا. اوكي يا ايه، بس ما ينفعش حد يعرف الكلام ده خالص. ماشي يلا مسافه السكه عادي على حمزه واجيلك. باي. يس يس برافو برافو يا ايه. مين بقى؟ زوزو 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 باشا. لا ابوس ايدك رد، مش وقتك خالص. تعدي عليا امتى؟ في حد يرد على التليفون يقوله هتعدي عليا امتى؟ ثانيا انت عرفت منين انا بكلمك؟ وبعدين مفيش صباح الخير. هقفل السكه دلوقتي، قولي الميعاد. لا خلاص. الساعه كام دلوقتي؟ استنى، بعد ساعتين بالظبط هكون عندك تحت البيت. هنزل كمان ساعتين، لو ما كنتيش موجوده ما تحاوليش تكلميني تاني. خلاص خلاص، ساعتين بالظبط هكون تحت البيت ما تخافش. ايه القرف اللي انت عاملاه ده؟ ايه اللي كله في الانكلايز والزباله دي؟ انت اقفل بقى، باي باي عشان ما اتاخرش عليك. يلا باي. يس 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 يس. انا هيفاء. انا صباح الخير. ايه شفت عفريت؟ لا اكتر من عفريت شويه. ليه كده بس؟ اكيد دي مش صدفه طبعا. حبيبتي انا مرتضى، اي دبه نمل عايز اعرفها بعرفها. بتراقبني يعني؟ لا لا انا كنت براقبك وانت مسافره بره، لكن من ساعه ما جيتي مصر خلاص انا مطمن عليك. طب يلا هور من هنا. ليه كده بس؟ انت حيوان، كرهت كل حاجه بتفكرني بيها. ايه اللي حصل عشان ده كله؟ واحنا مش اتطلقنا؟ لا انت ضحكت عليا والله. واخدت فلوسي. ده المؤخر ده حق. خدي كل حاجه بس ارجعي لي. لا خد انت المؤخر وحل عني. مش عايزه، خليه لك. امال عايز ايه؟ عايزك ترجعي لي باي شكل. انسى. طب انا هديلك وقت تفكري، وبعد كده انا قادر ان اجيبك لحد عندي وتتمني ان ارجع لك. هتعمل ايه يعني؟ اللي بيعمل ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. سلام. ايوه يا ماما. انت فين؟ انا رايح المكتب. لا تعال لي على مكتبي. بس انا عندي شغل. بقول لك عايزك ضروري، لف وتعالى. طب في حاجه طيب؟ ايوه. طب بابا كويس طيب ولا ايه؟ ايوه كويس، بس تعالالي، ممكن تيجي على المول؟ حاضر يا ماما حاضر. تفتكر الجماعه البهايم اللي احنا رايحين لهم دولت هيوافقوا على اللي انا عايزه؟ اكيد طبعا، بس برضه لازم تطلب بالمعقول. وبعدين انت بتقول عليهم بهايم ورايح تقابلهم ازاي؟ صراحة مش قادر أصدق إن الناس ممكن تشوفني كل يوم وما تسرقش. يعني أنت مش مقتنع، رايح ليه بقى؟ أنت غنيت الأغنية الزبالة دي ليه؟ أغنية زبالة هعملها ليه يعني؟ أكيد عشان فلوس. طب ما أنت شاطرة وبتجاوب أوي. اللي أنت صحيح ما قلتليش أنت عرفت موضوع الكليب ده إزاي؟ كل ما أقول عليكي بتفهمي وترجعي تثبتي لي إنك عندك غباء مستشري بجميع أجزاء جسمك. مش انت قلت ان حازم؟ حازم مين؟ ابن اخويا. هو قال خلاص خلص الموضوع تمام.
انا رايي تلف وترجعي تاني. ليه كده وانت رجعت في كلامك ولا ايه؟ حسبي حسبي. ايه وانت بتخاف ولا ايه يا معالي السفير؟ اكتر حاجتين بكرههم في اي مره غبائها، وده ما شاء الله مستشري عندك جدا، والحاجه الثانيه. والحاجه الثانيه سواقتها. الحاجه الثانيه ايه؟ سواقتها. ما انا قلت لك. اه صحيح، معلش اصل انا مركزه في السواقه. شايف المطبات؟ ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. ممكن تبطل كلمه مره عشان بقيت بتستفزني قوي. ده بس عشان انت غبيه مش اكتر. طب تحب اقلب دلوقتي بيك عشان ترتاح؟ ليبي حاسبي. يوه مساء الفل. مساء الفل. ايه النظام؟ عربية ولا شقة؟ واحنا برضو بتوع عربيات. وعلى العموم دي بكام ودي بكام؟ عربية 200 والشقة اضرب في 200. بص مش هنختلف، مش هنقعد نتكلم في الشارع، اركبي واللي انت عايزاه هديهولك. ليكي وحشة يا أمجد. وأنت كمان يا أمجد. كل سنة وأنت طيب. طيب. تشرب مية. جوافة؟ ماشي أوكي. مين جوافة؟ ها؟ ناوية تعملي إيه النهاردة؟ النهاردة أول ذكرى لوفاة جوزي. هروح أفطر عند مامته. ربنا معاكي. ميرسي. وانت هتعمل ايه النهارده؟ كالعاده زي كل سنه انا ومرات وابني بنروح نفطر بالليل عند ماما، بس قبلها بنروح الكنيسه، بس ما بنروحش برضو. زي ما انت ما اتغيرتش برضو، كنت تقف بره الكنيسه وما تدخلش. لا بس دلوقتي بتدخل. انا لازم واخرج على طول. شكرا. ميرسي. تعرف ما بحبش الزحمة. ما بتحبش ايه كمان؟ لا ما بحبش حاجات كتير يعني. نيفين وانا ممكن اسألك سؤال؟ اه طبعا اتفضل. هو انت ليه يعني رفضت تتجوزيني؟ ايه السؤال ده؟ بص هو مش وقته، بس بصراحة انا ما كنتش حاساك يا امجد. ما كنتش حاسه ان انت عايز تشيل مسؤوليه وتفتح بيت. لا يا نفين، انت اللي كنت فاهماني غلط. انا مش فاهمه اصلا ايه لازمه السؤال ده دلوقتي. لازمته ان انا لسه بحبك يا نفين. ايه المضحك بقى؟ انت فاهم حاجه؟ عشان انا مش فاهمه. اول عيد يعدي عليا بدون جوزي، ده انا لسه لابسه الاسود. المفروض اروح لمامته اقول لها ايه؟ تعيشي وتفتكري ولا كل سنه وانت طيب؟ انا اسف. خلاص بقى حكي عليا. معلش. خلاص يا امجد مفيش حاجه. طب يا استاذ مش لما نخلص؟ مش خايفه ما اديهملكيش بعد ما نخلص؟ انا بعرف الراجل من عينيه، وبعدين هو انت فاكرني يعني بركب مع اي حد؟ الشارع دلوقتي بقى خطر قوي. وانت عمرك ما اتمسكتي؟ يا شيخ فلا الله ولا فالك، حرام عليك، ده انا عندي عيلين وامي. اخواتك الصغيرين؟ لا، اتنين من جوزي. يا نهار اسود، انت متجوزه كمان؟ طبعا. وعارف يعني انك؟ عارف، وعارف كمان ان احنا محتاجين فلوس اكتر. بس على فكرة أنا عمري ما خنته يا شيخ.
امال انت بتعملي ايه دلوقتي؟ لا مؤاخذه انا هبقى معاك كمان شويه، بس عمري ما هكون معاك زي وانا مع ابو احمد. اصل انا بحبه قوي ابو احمد. بس هنعمل ايه بقى؟ ما باليد حيله. انت ما بتحسيش باي حاجه مع اي حد؟ بعمل نفسي اني حاسه، بس انا. اسمك ايه؟ نوال. طب يا نوال، انت خدتي فلوسك صح؟ ايوه. ممكن تمشي. لا يا استاذ، بس انا 3 دقايق هدخل الحمام وهكون جاهزه. يا ستي خلاص خلاص، خدي فلوسك وامشي. ما تقلقش انا هكون معاك كويسه. لا كويسه ولا وحشه، خدي الفلوس وامشي. لا انا ما اتعودتش اخد فلوس حرام، ما عملتش بيهم حاجه. يا ستي ما تعتبرهمش فلوس حرام، انا متبرع بيهم. على الاقل تقضي اليوم النهارده مع ابو احمد. طيب عايز نعمل لك حاجه قبل ما امشي؟ ولا اي حاجه، اتفضلي خدي فلوسك وامشي. مين دي؟ اقدم لك ام احمد. اه قول بقى كده يا استاذ، وهي دي بقى احسن مني في ايه ان شاء الله؟ مين؟ نوال بتاعت شارع الحجاز. وانت بقى منين؟ من اي منطقه يعني؟ طب يلا غوري من هنا يا بنت. يلا. ما انا غلطانه ان انا بخش بيوت مش محترمه. لا لا بجد بجد مش قادره اصدقها. والله يا انجي ما تفهميش غلط، القعده كلها كانت عن ابو احمد، ما حصلش حاجه. هو ده اللي اتفقنا عليه امبارح؟ اعمل ايه يا انجي؟ اعمل ايه من النكد اللي انا عايش فيه؟ هدي بقت نكديه جدا. لا لا اكيد بتهزر بتهزر صح؟ ما انا بعد كده هعاملك كانك انسان مش طبيعي على فكره. ليه مش طبيعي ليه؟ اي راجل مهتم بالمواضيع دي، ومش مهتم بس، دي ممكن تبقى اهم حاجه في حياته. ايه اللي عاجبك فيها اصلا؟ مالها؟ دي مش شارع الحجاز، حاجة نظيفة محترمة. سبت مرتضى عشان كان خاين، عشان كانت عينه فارغة. قصدك ايه انجي؟ ان انا خاين؟ اه خاين طبعا. لا طبعا مش خاين. انت ليه مش قادرة تصدقي ان انا ما عملتش أي حاجة؟ والبنت دي مشيت من غير حتى ما المسها. هو انت فاهم ان الخيانة النوم مع واحدة؟ لا يا عم سيف، الخيانة دي ممكن انك تبص بس لواحدة معدية كده. أنا قدام ربنا ما عملتش أي حاجة حرام، وعمري ما نمت مع واحدة غير هديل. لا 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 لا، افصل علاقتك بربنا خالص والحلال والحرام واحسبه ليك، وعلاقتك بمراتك. مراتك دي بشر زيك، ممكن تزعل لو بس بصيت لكلبة معدية. ايه المشكلة فيكم كلكم؟ كل رجالة زي بعض، مش قادرين تفهموا تركيبة الست عاملة ازاي؟ انت كبرتي قوي يا انجي. للأسف. طب اضحكك، البنت دي مشيت خدت، ما كانتش راضية تاخد فلوس، بتقول عليها فلوس حرام. اه عندها مبدأ حتى لو غلط، مش عاملة زي ناس. خلاص بقى يا انجي، انت مالك بقيتي عاملة زي امي كده؟ انا؟ أنا تقول لي نوال بتاعت الحجاز ومش عارفة، يعني أنا مثلا إيه؟ إنجي بتاعت البطل أحمد بقى صح؟ أنا كنت هموت بالضحك، بس حلو البطل أحمد عبد العزيز. مرتضى جالي النهاردة. عارف منينك هنا؟ مش عارف. بس جه وهددني كمان. هددك بإيه؟ مش عارفة ممكن يبقى ماسك عليا إيه عشان يكلمني بالطريقة دي. وهتعملي إيه؟ في إيه؟ يعني عموما في حياتك. مرتضى مش عارفة، بس عموما هشتغل، هرجع اكتب. قررتي خلاص؟ اه نفسي اعمل كده من زمان قوي. وهتكتبي ايه؟ لا في حاجات كتير قوي يعني لسه ما حددتش. اوبا سيف وانجي، احب اعرفكم اروى زميلتي في الشغل، جايين بس نعمل ميتنج كده برايفت هنا و10 دقايق وهنمشي على طول. يا استاذ ما انا قلت لك هو نفس المكان، بيوت مش محترمة. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ محسن خد ام احمد واطلع بره. ام احمد؟ هو بصراحه انا كنت طالع على السلم المفروض انها اروى، النور قطع رجعت اجيبها طلعت ام احمد. طب يا ام احمد بقى تعالى انا وانت ندور على اروى. حبيبتي اتفضلي يا ام احمد. على فكره الحساب خالص. يا راجل. تضحك. نوال بتاعت الحجاز. مفيش فايده. كلكم زي بعض. زي بعض بجد. اوكي ان شاء الله. سلام. لا بقى انا عندي شغل، والحقيقه بتقول ان مفيش ميعاد ما بيني وبينك. لا ما انا مش هعطلك يا سيدي. عطلني انت بقى، ليك مكان عندي ودي حقيقه. هبه انت تعرفي حد اسمه كريم الزغبي؟ اه كريم كان معايا في الجامعه. كمل لو سمحت. لا كملي انت. ما انا ما كملتش للاسف. كريم يبقى ابن انتيمة ماما. كوثر تمام. من فضلك يا طارق امشي.
ايوه بس انا عايز اتكلم. وانا مش عايزه اسمع. طب اريحك؟ ايوه انا ابويا المعلم عبد الرازق اللي ابتدى من لا شيء، وامي ست فلاحه ومش متعلمه، بس في عينيا احسن من ناس كتيره جواها ناقص. هبه انت مكبره الموضوع، انا حقنع امي بيكي. عارفه الديجافو؟ انا المشهد ده اتكرر نفسه معايا مع كريم. تقنع مامتك بايه؟ باني كويسه وغنيه ومش مشكله امي وابويا؟ واتعامل معاهم وانا حاسه اني مكسوره ومحدش يحس بيا؟ انا ما ضحكتش عليك، انا قلت لك خلينا اصحاب، كنت هعرفك على اهلي في الوقت المناسب. انت ليه ما قلتليش من الاول؟ لاني مش شايفه حاجه تتقال او ما تتقالش. انا لا ابويا كان حرامي ولا امي مسجونه في قضيه اداب. انا اسمي هبه عبد الرازق، اسمي شرفني ويشرف اي حد انه يناسب ابويا. اديكي قلتيها اهو، لازم يشبهه، واحنا الاثنين مش شبه بعض. انت سافل، هو فعلا ابوك ما يطولش يشبه ابويا؟ ناس حقيره ما بتحركهاش غير المظاهر والشكل بس. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش بقى بلدي جدا، اطلع بره يا طارق، واعرف ان حتى الصداقه ما بيننا مش هتكون موجوده. الو انت فين؟ انا عندي شغل، عايزه اشوفك حالا. اوكي عدي عليا بالليل. هو في حاجه ولا ايه؟ شكلها كده حاجه حلوه. اه قوي. طب يلا باي. ايوه حمدي بيه، ميرسي يا فندم. تمام يا باشا، اوكي اوكي خلاص هوصل. مع السلامة. مع السلامة. مبروك يا حمزة بيه، حمدي بيه وافق على المبلغ. معلش أنا اتفاقي بيبقى بخصوص شكلي ومضمون البرنامج، إنما الماديات دي لازم أرجع فيها لحمدي بيه. أنا واخد بالي. في حاجة تانية، الست دي تاخد اللي طلبته. آية تؤمر، أنا خلاص وافقت لك على المبلغ. ميرسي يا شريف، بس ممكن يعني العقود عشان نمضيها؟ أوكي، ده بيحصل دلوقتي من غير ما تقولي يعني. أنا كلمتهم هما بيجهزوا عقود دلوقتي. ميرسي. أيوة بس أنا عندي مشكلة صغيرة، أنا مش هقدر أمضي العقد، لازم الأول المحامي يطلع عليه. طب يا باشا ما ينفعش حضرتك تكلمه ويجي هنا هو يشوفه هنا؟ معلش إحنا مستعجلين قوي. والله هحاول. إديني تليفونك. ايوه بهجت، انا حفظ البسيوني، انت في حد بيكلمك غيري؟ ايوه بهجت، انا عايزك تجيلي دلوقتي المحطه. ايوه مدينه الانتاج الاعلامي، هتقول لهم على الباب حمزه البسيوني، هيقولوا لك مين حمزه البسيوني؟ ما نعرفش حد، تكلمني انا ابعت لك حد. انا متشكر قوي، بسرعه. تمام يا باشا، هستاذنكم بقى، انا هقوم اخليهم يجهزوا عقود واجي لكم على طول. فكرة المبلغ اللي انت طلبته ده ما كانوش المفروض يوافقوا عليه، لان ده اجر مذيع مشهور في برنامج توك شو. انت خطير وانا مش مصدقك. اللي عايز يضح مش هتبطل الالفاظ دي. على فكره انا ممكن اخليهم يمشوكي، اقول لهم انا مش عايز المره دي. مره؟ يس. مش هتبطل، لازم اقطع لك لسانك. تمام العقود بتجهز وهنكون هناك دلوقتي حالا، بس انا كمان عايز ادي حضرتك فرصه كده انك تتعرف على رئيس تحرير الفقره بتاعتك الاستاذ رؤوف، وبالنسبه لسناء هتبقى هي المسؤوله عن رئاسه تحرير البرنامج كله. مبدئيا انا مش عاوز رئيس تحرير البرنامج، انا هعمل كل حاجه. ايوه بس لازم يكون في حد بينسق ما بين حضرتك وما بين فقرات البرنامج التانية. ايوه ما انا هنسق مع المره دي اللي انت قلت لي من شويه اسمها مدام سناء اعتقد. مبدئيا يا حمزه بيه المره دي تبقى مراتي. طب ويا انا ما غلطتش في حاجه، كلمه المراه دي مش عيب، الا لو انت عايزني اقول لك المراه، يبقى انا هنسق مع المراه اللي اسمها سناء.
معلش يا شيف، هي كلمة مرة دي عادي يعني عند الأستاذ حمزة؟ عادي عادي خالص. مع إنك أنت مش مرة خالص.